نقلتوه على المشفى تبعنا؟ اعملوا معها اللازم، اوعكم تدرى الصحافة بأي شيء، لأنه العلقة معهم علقة وسخة. بدك يجيب ضر علي كمان؟ عم تتصرفي بغباء نورة، ادعي لربك ما تشتكي عليكي. طيب إذا عرف أبوكي شو رح تعملي؟ ها؟ بسببك رح تصير سمعت عيلتنا بالأراضي. طيب وسمعتي أنا كزوجة ما بتهمك؟ بخليها تاخد جوزي مني وأنا قاعدة عم اتفرج مثل ما عملتي؟ بابا أنا كل قصدي كان إنه انقلي على البيت وما بتقابلي حدا ولا بتستقبلي ضيوف، وعلى التليفون ما بتقربي إلا إذا كان حدا من العيلة جنبك. اركبوا بالسيارة.